أهلا وسهلا فيكم رفقاتنا لهالفيديو الجديد من فيديوهات الموقع الأول واللي عم تقدمه قناة تقنية عربية. بهذا الفيديو رفقاتنا رح نتعرف على طريقة إلغاء وضع المكفوفين أو إلغاء المتحدث الآلي أو التولك باك. تمام رفقاتنا، هاي المشكلة أحيانا ممكن تواجه البعض بطريق الغلط، أطفاله أو أولاده أو أحد من الناس بيفعلوا هاي الميزة أو بالغلط بتتفعل هاي الميزة وبيصير صعب عليه الدخول للجهاز وما عاد يعرف كيف يدخل للجهاز. بهذا الفيديو رح نتعرف على طريقة إلغاء هذا الوضع. بالبداية رفقاتي بتمنى منكم الاشتراك بالقناة، كمان بتمنى منكم تتركوا لنا تعليق أسفل هذا الفيديو إذا عندك أي استفسار أو أي سؤال. أول شيء رفقاتنا لازم نتعرف على بعض الكبسات اللي بدك تضلك عم تكبسها لحتى توصل لهذا الوضع اللي اسمه وضع المكفوفين أو إلغاء هذا الوضع. في عندك بعض الحركات بدك تضلك عم تكملهم للآخر، نفس الحركات رح تتكرر معك بعدة دخولات. أول شيء أنا عندي هون هذا الجهاز هلأ محطوط بوضع المكفوفين، عم بعمل هيك ما عم بيفتح معي وعم بيتحدث الجهاز لحاله. أول شيء لإسدال المنسدلة أو رفع القائمة أو أي شيء بالإصبعتين سوا، بالإصبعتين سوا. طيب هي أول شغلة خلصنا منها. هلأ الشغلة الثانية رفقاتي، مثلا عندي هون إدخال الرقم السري لهذا الجهاز، بختار الرقم، انتبه، وبضغط عليه مرتين. انتبهت شو ساويت؟ نفس الشيء لأي أوامر تانية، مثلا تمام رفقاتنا عم بختار واضغط مرتين، كل الأوامر اللي جوا هيك نفس العملية ونفس الطريقة. هلأ بدي روح لعند القائمة، رحت لعند القائمة، ضبط مرتين، فتت لعند الضبط بالإصبعتين. هلأ بدي ارفع، برفع برفع برفع، بدي وصل لعند شغلة اسمها إمكانية الوصول، ضغطتين، علمت عليه بأول تعليمة وضغطتين. بلاحظ فوق في عبارة وظيفة واحدة قيد الاستخدام. هلأ في بعض الجوالات رح تكون بشكل تاني اسمها تولك باك، هيك مكتوبة بالإنجليزي تولك باك، وفي بعض منهم اسمه المتحدث الآلي أو وضع المكفوفين. بكل موبايل رح تكون بشكل يعني بطريقة شكل مكتوبة. طيب هون أنا عندي واحدة اسمها وظيفة واحدة، بضغط عليها ضغطة واحدة، ضغطتين، لاحظ Voice Assistance قيد التشغيل أو قارئ الشاشة، هون موجود اسمه قارئ الشاشة، بأماكن أخرى المتحدث الآلي، في أماكن التولك باك، وضع المكفوفين، كل وحدة شكل. بعين، ضغطين، وانتهى وضع المكفوفين من الجهاز أو وضع المتحدث الآلي أو التولك باك. بهي الطريقة رفقاتنا تعرفنا على طريقة إلغاء هذا الوضع. بتمنى منكم تتابعونا بفيديوهات قادمة، وشكرا لكم والسلام عليكم.